الغزالات، السلام عليكم الغزال. اليوم جينا انا وزياد نحيدوا شي مطيشه تبانوا ليا حمارو طعبو، وجينا غنحيدوهم اليوم. المهم خليكم معانا هاد شويه ديال الوقت اللي غادي نحيدوهم. المهم انتم معايا، نبداو بهذه هي الاولى، بانت لي ديال الاولى جايه لانيشان. اب فوالا تيان On appelle sa fille un trou. Ouais, mais trop, elle est pourrie donc ça reste là, ça sert à rien. قال لك هذه فيها الثقبه هذه، قال لي نو حيديها غنخليوها، نحيدو منها هذا ونخليوها. Je vais la mettre au compost. Après. Derrière. T'en as une là. Ah, واحده اخرى بنت لي هنايا، خاص بنادم يكون يدو. اوبس. تيان. هادي هادي فيا، هيا نمشيو للبلاصة الأخرى. طيب هادي أنا غنحيد هادو، تيلي أوبس راحت. نتيا الأخرين يسون با باقي مطابوش، الأخرين غادي نخليهم. هادي ولي دغيا كطيب المطيشه دابا، الاخرين باقيين خضرين باقي ما طابوش. المهم انايا كندير لاشاس وطوماط بيان ميغ، نديرو كيما بانت لينا شي وحده طايبه غنحيدوه. اب نا هادو نو سان با ميغ دغيا. بون البنات ما نقولش لكم راني كنحيد في مطيشه وشتني ولا كتاكل فيا انا وولدي. هادو شويه من دايرين ما عرفتش كيفاش نمشي ليهم. المهم غنحاول ناخذهم، سينو غادي يخرجوا. T'as les moustiques. Non mais attends, c'est ça. Les plus petites elles tombent. Ah oui, parce qu'il y a les trous. Ah. Hop là. La machine où les ma brette. Allez. هاد المطيشات غنديرو بهم شي شلاضة ان شاء الله، كيتكالو ساهلين هادو دغيا. ولا كنغسلهم بعض المرات ونحطهم فوق الطبلة مع شي حاجة مع الماكلة، كيتكالو دغيا. تيغا ديجا با مال، شي با مال شي با مال. نقلبو عاوتاني، ما بانش ليا ما بقاش، هذه باقا ما طيبش مزيان، نخليها عاوتاني وصافي.
المهم انا راه كنحيد في اللوبيا و شتني ولا كتاكل فيا شي كياكل شي انا غناكل اللوبيا وشني ولا كلاتني تا زيدو الفريز المهم الغزالات هذا هو المحصول ديالنا ديال اليوم. انا جيت غير باش ناخذ مطيشه اللي بانت لي شويه طايبه تاع لقيت بزاف ديال اللوبيا قلت اجي نجمعها ومن هنا نسقيوني شويه الزرع باقيين شي حوايج يلاه كينوضوا فلاتا ومايا مازال نخليهم يكبروا شويه عاوتاني كنت حيدت منهم شي 3 ايام هادي وحدين كانوا كبار تبارك الله المهم نخلي هادو وهادو الصغيورين تا هادو تا هما حلوين مي باقينا نخليهم يكبروا هادو ما عرفتش هادو واش غادي يكبروا اكثر من هكا ولا لا كيبانوا ليا دائما كيبانوا ليا دائما قد هكا شتو الغزالات علاش انا كنستعمل الزعتر بزاف حيت عندي بزاف في الجرده المهم هذا كنزن مزيان الصحة هذا الزعتر اللي عنده يستعمله في اي حاجه اي حاجه استعملوا فيها الزعتر سواء كان جاف ولا هكا خضر راه مزيان وهذه نصيحه من وزاره الصحه هاد القراعي دايرينهم خصيصا قاسمينهم على جوج وخاشي ليهم راسهم في الارض وكنعمروهم بالماء وفيهم تقيبات في البوشون ديالهم باش كيسقيو الزرعه بشويه بشويه باش ينكبوا عليهم approche بنات هذا ما عرفتوش كتعرفوه ما عرفتوش سميتو انا بالعربيه المهم سميتو بالفرنساويه كريستوفين وفواحد البلاصه كنا ساكنين فيها قبل تيقولوا لي لي شوشوت زوين هذا داير بحال طاحت الدره ديال الجاره وديعين عندي انا وكتخليهم ليا جلي بيردو اي سي كاسي بون قالت لي كوليا دونك جو لا غاردي طيبه اتونسيون او المهم الدريات قلت لكم هاد الكريستوفين دايره بحال البطاطا في الدوق ديالها هادي ديري بها الشلاضه انا كنديرها مع مطيشه ولا ديري بها الكغاتان بحال كما كتقولوا البطاطس في الصاني في الفران ولا ما عرفت شنو المهم كدير بها الكغاتان وفوغ ولا ديري بها الشلاضه تاكليها شلاضه تسلقيها شويه خاصها تسلق شويه وتحيدي لها لابو تحيدي لها داك الوسطاني ديالها بقا ديري بها سلطه كتجي زوينه غزالات ما حدنا هنايا شويه في الجرده غادي نساريكم شويه معايا في الجرده المهم واقيلا غادي تصب الشتا داكشي علاش المهم هذا لابيسين مكوفرينو حيت غادي تصب الشتا وكغادي شتي الغمام كي داير غادي تصب الشتا ويدخل ليه لي فوي وهذا داكشي علاش سديناه المهم هذه هي الجريده ديالي هادو حيدت ليهم المخاد ديالهم تا هما حيت قلت لكم غادي تصب الشتا حيدتهم المهم هادي هي الكليسه ديالنا هنايا في الجرده كنجلسو هنايا المشه ديالي فوق لابيسين ملي كيكون الجو زوين كنجيو نتجبدو هنايا
الاخر كاين اللي هي حتى هويا. المهم راه عندي راجلي جالس كيتحتت مع الجاره. مي بيتيت بلونت كيس تو في تي لي كاريس تي لي كوريس تي لي كاريس المهم انتما معايا البنات. هادي الكابانو دايرين فيها كاع الماتيريال ديال الجردان. هادي بغيت ندير حمام ان شاء الله منين ندخل شويه ديال الفلوس غادي ندير حمام ديال الدار. ان شاء الله بغينا نزرعو في هاد البلاصه هادي، بغيت نزرع فيها شجره ديال الفيق ديال الكرموس، والبلاصه الاخرى اللي هي غنشوفو نزرعو فيها شي شجره كدير ديال تاع الفواكه، سايب ما عرفتش ديالاش. المهم هادي البيتي تيغاس اللي كتعطي الكوزينه، هذا الباب ديال الكراج. هادي الخزامه تكون دائما عامره بالنحل على ارض الباب. نحل انا متبينات هادي شجرة اخرى ديال الخزامة نوريكم، كتكون عامرة بالنحل في النهار، دابا في العشية كي كنقصو. المهم هادي هي الدخلة ديال الدار، المهم هدا هو الكراج، وحنا رجعنا للجريدة ديال الخضرة، رجعو للبلاصة منين بدينا في الأول. المهم في هاد البلاصة نقول لكم البنات، كنتمنى هاد الجولة الصغيرة في الجردة ديالي تكون عجباتكم، والمشتركات في قناة كنزة علي مرحبا بكم. تقاسمت معكم هاد الوقت شوية في البرة ديال المنزل ديالي. المهم كنقول لكم مرحبا بكم على قناة كنزة علي، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وبسلام عليكم الغزالات.